السلام عليكم وبركاته، كيف حالكم؟ صوت تمام. مقطع اليوم اساعد اي بطل مظلوم في الجيم، وهذه الحلقه الثالثه من هذه السلسله، وموضوعكم مقدمه السلايك واشتراك. وخلونا نبدا. ايوه، من بيكون اول شخص تيجي معي؟ شكل من هذا، من هذا وجب، بس من هذا، من النخ ما يظهر حد. او سير خلاص اصلا. بعد خذهن سيرك، خذهن يا سيرك يا اخي، خذ ما انت بك سير يا اخي، سير خذهن ابوي، سير دلخ سيرك دلخ يا اخي، فهمني انا ابغى اعطيك بورات. ابوي خلص جادجت كامل كله سبب بريمو، تبي يخلصوا عليه؟ شوف اللي ابغاه، ما ترى ما عندي شيء، ما اقدر اسوي شيء. هيا يلا ساعة ما تشحن. خلص ابريمو، خلص ابريمو. اقول ابلع انت، ابلع، لحق بيه. لا اله الا الله. قبل يا اخي، فوز تكفى. لا تطلع يا اخي، لا تطلع. كفو عليك، لا تطلع يا لو لا تطلع يا الدلخ، لا تطلع. اي خليك كذاك، تي خلاص حصلنا الضيف من بدايه الكيه. على شكله بيغدا. يا ابوي خذها، ما قصدت تسوي لي سالفه يا ابوك يعني. يلا بخذها، يلا علشانه، يلا بخذها، خليك معي اهم شيء، خليك هناك زبن علشان خلنا نخلص على الاول شيء. انا ايش تخني، انا ايش تخني زين، في بحاقد علينا. وينك ستو؟ شو وينك؟ طلع البقرة، طلعها يا اخي ستو يا اخي، بام بطيء محتوى كيك. خلص على السرقة على الاقل، خلص على السرقة يا الدلخ. بعدك رقد تيم ضرب يا اخي، اضرب تريحنا. ما من اي فايده، فضلك اقول خلنا نتحرف. وش هذا الجيم الزبال ابونا؟ انا بريمو بتيم معه، ولا سام تيم معه، وسيرك سير خلاص. شو كيف تفهم على طول؟ يا اخي ايش حامل السوبر؟ ايوه تعال، خلصوا عليه. موت تبع. خذ ما يجي. والله عقبك واحد متفاهم الموضوع. ابلع ابلع. لا 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 لا. يا اخي ما بسام، ما بيك، فخر عن ما بيك. ولا باقي واحد مورتس، ما بي.
خليني افضل اجمع باورات. يعطيني السوبر ريال اليو 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 بس مش داري على باورات. والله حاولت قدر المستطاع، خلنا نشوف واحد غيره. ادجر ادجر دوده ما ابغى. فيك ايش فيك غش عمرك سوى نفسك؟ زول اخو توكل توكل. غش عمرك ذا الجاي. هذا يستاهل. أقول شكل هذا الجيم يعتبر ولا شيء. وخر وخر. قاتي معك قس بس يعرف وبالنهاية تسوي كذا. يا الله الحمار قبر أنا موجود. الله الجيم جمع وعنا بيني بيني بيني. هو خلص الحمار. لا لا خلص عليها الورع اخي. كانت هي بعد تكون امل وحيد يعني عشان هذا المقطع. ايوه معقوله خلاص كثير ما شيدي. ايه كفو كفو كفو. كفو عليك كفو خليك بس كم شيء تغدرني. انا عليه ما تبغى. يلا بقول لك صيدة تعال. تعال. تعال يا اخي بريمو. تعال يا اخي. والله طلعت فخل لحظة. يلا ايوه خلي مره كذاك. انا ارمي لك وانت خلص. ايش عن سوبر اخي مني يا من تبغى بريمو؟ يا اخي شيلي فكي المجرش حاول تغدري خطف على ذا علاقة. ايوه كفو كفو. تستاهل احلى جيم. وهذه الفكرة باختصار عن هذا المقطع. وبس هذا المقطع بشكل كامل. اذا تبي جزء رابع اكتب تعليقات راح ان شاء الله ننزل لكم جزء رابع. ومع السلامة.